بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا رب حمدا لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت به على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. أحمدك يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا يا رب. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحدهم منهم أو يطغى، عز جارك وعز وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السادة المستمعين والمستمعات حيثما وجدتم جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلا الله سبحانه وتعالى بداية: اللهم يا رب كما خصصناك بإياك نعبد فخصنا بإياك نستعين. اللهم كما خصصناك بإياك نعبد فخصنا بإياك نستعين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله سبحانه وتعالى لطلبة العلم من أبنائنا إن شاء الله، واليوم اليوم الثاني من الامتحانات، فاللهم يا رب اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا يا رب. اللهم ذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا يا رب العالمين. اللهم ذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله اجعل ختام عامهم الدراسي هما هذا النجاح تحهم إن شاء الله يا رب. اللهم وفقهم يا رب العالمين. أسأل الله الشفاء لكل مريض، أسأل الله الشفاء لكل مريض يا إخواني. فاللهم اشف مرضانا يا رب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إننا مرضى فاشفنا يا رب. اللهم يا رب قد عجز الطبيب فداوينا يا رب العالمين. أسأل الله الرحمة لأموات المسلمين جميعا يا رب. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اصلح حالنا وحال الأمة يا رب. اللهم اصلح حالنا وحال الأمة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب. نلتقي في هذه الصبيحة إن شاء الله يعني في عجالة يا إخواني، في البداية
مدام كما قلت هذه الأيام إن شاء الله أيام امتحانات على قلوب أبنائنا إن شاء الله، فلا بد على كل واحد منا إن شاء الله نكثر لهم الدعاء. فيعني هم داروا الأسباب إن شاء الله، هم داروا الأسباب، وهو عام كامل من الدراسة، عام كامل من الدراسة اجتهدوا فيها إن شاء الله. الآن بقي لهم إن شاء الله يعني هذه الامتحانات، ونسأل الله، نسأل الله أن يوفقوا إن شاء الله، اللهم وفقهم يا رب العالمين. فكلنا أون لا غدوا، أون لا غدوا لكل اللي عنده اللي ما عندوش، أون لا غدوا لهم كل الدعاء، لأنهم كل أبنائنا، كل ولد من أولاد المسلمين راه يفوت في الباكرة هو ولد ولدنا، وكل بنت راه يتفوت في الباكرة هي بنتنا إن شاء الله، إنها أولا وقبل كل شيء بنت الإسلام وولد الإسلام إن شاء الله. فندعو لهم الله سبحانه وتعالى كلنا إن شاء الله، وعسى الله سبحانه وتعالى يكون فينا إنسان صالح أو إنسانة صالحة يسمع ربي دعاءه إن شاء الله ويتقبل فيستجيب لهم إن شاء الله. إذن أون لا غدوا، أون لا غدوا الدعاء دو بخي بوغ أو إن شاء الله، اللهم نجحهم يا رب العالمين. وهذا أقل شيء الإنسان، أقل شيء يديره الإنسان المسلم اتجاه أخيه المسلم. فولد هذا اللي راه يفوت في الباك هو ولدك عند الله سبحانه وتعالى، أمام الله سبحانه وتعالى. بنت اللي راه يتفوت الباك تاع جارتك ولا تاع حبيبتك ولا تاع يعني يسكن معك في ليمابل ومسلم كيما أنت أو مسلم كيما أنت، فهو ولدك عند الله سبحانه وتعالى، لأننا أولا وأخيرا أبناء الإسلام يا إخوان. فأون لا غدوا لا بروميير دي شوز إن شاء الله الدعاء. لا دوزيام دو شوز أون لا غدوا أن سوتيان مورال، أن سوتيان مورال قوي، لأنهم محتاجينه، محتاجينه إن شاء الله. دو لا غومونتي لو مورال، دو لا غومونتي لو مورال إن شاء الله. فمثلا مثلا يعني اليوم، اليوم عندهم مواد، إيزون دوتر ماتيير أباسي أجوردو إن شاء الله، إيفون أتر أنتيغوجي سوغ دوتر ماتيير. Par exemple, hier c'était la, la philo, la philosophie. Alors, je n'ai pas dit que le jour, le jour, ou le jour, le jour, le jour, le philosophie, le jour, non. Ça y est, la philosophie, faites le jour. C'est du passé maintenant. Je n'ai pas dit que ça y est, c'est du passé. Maintenant, si je n'ai pas dit que ça y est, je n'ai pas dit que ça y est, je n'ai pas dit que ça y est, je n'ai pas dit que ça y est. نحضروا له على اليوم، قال اليوم بوزالي افوار لي بريف دو فيزيك بار اكزومبل ولا دو مات، الله اعلم ش عندهم اليوم، فهمت؟ لكن نحضروا له على اليوم بور مونتري كو اوني اجور افيك لوي، رانا نتبعوا فيه ورانا نتابعوا معاهم وكل شيء، نسقسوا على الماده اللي غادي يختبر فيها. وقال ان شاء الله يعني زي روحك، وان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله يعني كونسونتر توا، وان شاء الله ما تحيرش ما تدهش بيان. جو سي كو تي بيان ترافاي توت لاني، تا ميغ ما دي كو تي بيان ترافاي، ولا تون بير ما دي كو تي لونكوراج ان شاء الله، تو لو دون دو كود دو لا كونفيونس، سو كون ابل il faut lui donner de la confiance qu'il est capable ان شاء الله. Et هذا à travers même un coup de fil, subhanallah. Vous avez tous يعني pratiquement les forfaits, les gratuits. Les gratuits. Je n'ai pas dit que je suis un peu de chouïa, ou un peu de mon neveu, ou un peu de écoute, inshallah, اليوم عندكم لي مات ولا عندكم لي فيزيك، tu sais, c'est rien du tout, inshallah, ما تخافش وربي يوفقك inshallah, tu sais que tu es capable, tu es fort, tu es intelligent, tu le montres le moral inshallah. هذا دور المجتمع وهذا دور المحيط. Les parents le matin, كما قلت البارح, les parents le matin, لازم inshallah un bon petit déjeuner صباح كي نوض ولدك عنده الامتحان اليوم, un très bon petit déjeuner inshallah, باش يكون عنده نشاط، عنده يعني حيوية، عنده يعني الانرجي باش يخدم. ثم كذلك خليه يسمع منك غير الكلمة الطيبة، غير الكلمة الحنينة، إن شاء الله ولدي عارف بني عارفك باللي إن شاء الله يعني غادي تفرحنا العام هذا، وغادي إن شاء الله بإذن الله نفرحوا بيك، وغادي كذا كودي موكي ولونكوراج. قلت لكم البارح يا آباء يا أمهات، الخلافات تاعكم لي ديفيرجونس لي كونفلي انترن بوندون هاد لا بيريود تاع لي زيكزامان يفو لي ميتر دو كوتي، ماكش متفاهم انت ومرتك با اجوردي ان شاء الله، ما تزيدش تزيد، خليها سي ولدكم راه يفوت في الامتحان، خليه يشوف فيكم بانكم ملاحكم متفاهمين، راكم راضين عليه، راكم كذا.
سي با كو اوجوردي تهضر على الديميناجمون ولا تهضر على مانيش عارف انايا المشاكل تاعك، خليهم هذه المشاكل، مازال العام الطويل وهضر على المشاكل تاعك. الايام هذه خلي وليدك ولا بنتك اللي عندها ليكزاما تكون يعني توفروا لها جو يعني سبحان الله تخوفي يعني ان كليما دو ترونكيليتي، ان كليما سوغان، ان كليما سبحان الله العظيم اللي تريح فيه تريح فيه. فهذه كذلك واجب الاباء، حتى الخوت الكبار لي غران فرير ولا لي غران سير كل شيء يفو فوتر سوتيان مورال ا فوتر فرير او ا فوتر سير ان شاء الله. C'est une frère, une sœur qui passe l'examen du bac aujourd'hui. Alors elle a sa grande sœur qui, je ne sais pas, ingénieur, la moindre des choses, elle attend un coup de fil de sa sœur, de la part de sa sœur, pour lui demander. Alors comment ça se passe? Tu as bien travaillé? Tu n'inquiètes pas, tu vas le voir. C'est le soutien moral, c'est ce qu'on appelle le soutien moral. Au كل واحد فينا الحمد لله, je m'adresse à un public. للحمد لله يعني فاهمين ناس يعرفوا الحمد لله، لكن لابد من التذكير فقط، لابد من التذكير يا إخواني. إذن فنوصي الآباء كي يجي الطفل من الامتحان سي اون بارل بلو دو الامتحان، خدمت ما خدمتش ودرت وصبر نسقسو عمك هو كان يقري المات باش يقولك لا خدمت مليح ولا لا، خلاص سجعيه على المادة الجاية، شجعيه على لا ماتير اللي جايه، خلي لا ماتير اللي خدم اللي فوتها خلاص الان خدم ولا ما خدم سي شو كي في اي في مانتونو باغ لوي دو لوتر ماتيريال، باش هكذا ما يعني باش اونكوراجا اكثر واكثر ان شاء الله. كذلك ان شاء الله كما قلت كي يجي خليه يرتاح، وفري له جو الراحة إن شاء الله باش يرتاح له ماكسيموم، وخليه يرقد بكري، خليه يرقد بكري باش ينوض بكري إن شاء الله، وكذلك يكون مرتاح إن شاء الله بإذن الله في البال تاعه. يعني هذا بالنسبة إن شاء الله يعني النصائح اللي ويعني لو كومبورتمون كون دو أفوار إن شاء الله كون دو أفوار يعني هذه الأيام إن شاء الله بإذن الله. فلازم الطفل لازم له أولا أن سوتيا مورال كبير من عند الوالدين يوفروا له جو الراحة إن شاء الله، ما يسمعوش أي حاجة لتقلقه ويسمعوها أي حاجة تقلقها. سي با لو مومون دو يعني سورتير لي بروبليم كو فوزافي، ني لو مومون دو بارلي دو ديميناجمون، ني لو مومون دو بارلي دو فواياج ولا أي حاجة، ولا ميم لو مومون دو بارلي دو بريباراسيون دو مارياج دو سون فرير ولا سا سوغ ولا كل شيء. الآن هذو ربع أيام تلهاو غير مع الولد إن شاء الله، لأن هذا هو المفتاح تاع المستقبل، لو باك سي لو سي لا كلي تاع المستقبل يا إخواني. به يدخل الجامعة وبه إن شاء الله يصبح طبيب وبه يصبح مهندس وبه إن شاء الله يصبح يعني سبحان الله يعني أن كادر كبير، به هو إن شاء الله. به هو يا إخواني إن شاء الله هو المفتاح. وليداتنا لازم يكونوا هم يعني الأوائل في كل شيء إن شاء الله، وهذا واجب عليهم، هذا واجب عليهم إن شاء الله. كذلك وصيه وصيه دائما بالدعاء، قال ولدي كي تبدأ بسم الله قول بسم الله ولدي، وقرأ الدعاء، قرأ الدعاء هذا أبخن له اكتبه اكتب ورقة، اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا، واطلب ربي يقول يا ربي تسهل علي كل شيء. خليه يتكل على الله سبحانه وتعالى، خليه يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. سي 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 لا بيريود سي 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 لوكازيون سي لوكازيون باش تخلي ولدك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. سيغت الى ترافاي سيغت الى في ديزيفور، مي الكمال على الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني حتى لونتوراج كما قلت، حتى لاسيتي، حتى الجوارين، حتى كذا يعاونوا طالب العلم، يعاونوه لي فوازان، يفو لي زيدي، يفو لي زونكوراجي. سبحان الله بونس كو يا ان ايلاف كي ابيت او تسو دو توا ولا الى لو باك، الور بونس ان با فير دو بروي بونس ان با يعني سبحان الله با يعني مش عارف انا تطلق لا ميوزيك تاعك فورو، نو احترم احترم، لانه فيه ولد راح يفوت في الباك، لازم له يرتاح، لازم له يرقد بكري، لازم يكون في جو هذا يعني. فتعاونه تعاونه سبحان الله، ما تجيش انت يا امينوي تقعد تكلاسوني تحت الطاقه، باسكو لو كان ينوض في الليل كاين اللي عنده رقد شويه صعيب يفيق في الليل باش يعاود يرجع يرقد صعب، ويبدا يتقلب في الليله مع السخانه شويه ذو الايامات ويبدا يتقلب وما يرقدش مليح وكل شيء، كيف بغيته يخدم مليح لو لوندومان.
إذن فأنت جار يا أخي يقول كاين بلا أولاد راهم يفوتوا بالك يعني كاين إن شاء الله أولاد راهم غدوا يصبحوا في ليزيكزامي توسا ما نوضهمش ما نزعجهمش ما نقلقهمش ما نخبطش الباب ما نديرش لا ميوزيك بزاف. كل هذه الأمور يا إخواني لابد أننا نفكروا فيها يا إخواني. ما لازمش الإنسان يعيش غير روحه هو، لا تفكر في أخيك يا إن شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه إن شاء الله. ثم أولا وأخيرا يا إخواني إن شاء الله يعني بعد ما بذلوا الأسباب وبعد ما يعني إن شاء الله يعني نوفروا لهم هذا الجو هذا، لازم إحنا كآباء نكون متيقنين بأنه ما يكون غير الحاجة اللي كتبها الله سبحانه وتعالى، والخير فيما يختار الله سبحانه وتعالى. ولازمنا إحنا كآباء وكمجتمع لابد أننا هذا الامتحان تاع الباقي خليه يفكرنا بالامتحان الأكبر يا إخواني اللي يستنى فينا كل الامتحان الأكبر يوم وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا سوني كان سامبل إكزاما ينجم إذا ما جابهش السنة يعودها العام الجاي ولا ميم ولا تراب جوست أبخي، ولكن الامتحان الأكبر الذي يستنى فينا يا إخواني هو اللي لازم نفكر فيه كلنا يا إخواني. يقول ربي سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هاي لا فري بارت يا إخواني، لا غروندو بيرت، هو الانسان اللي يخسر اهله يخسر نفسه ويخسر اهله ويخسر وليداته يوم القيامه. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. لما تشوف زوجتك رايحه للنار، لما تشوف ولدك ولا بنتك رايحه للنار، ولا انت رايح للنار والعياذ بالله، هذه هي الخساره الكبيره يا اخواني. أي خسارة أكبر سبحان الله أن يرى الإنسان نفسه أو ابنه أو ابنته أو زوجته يساق إلى النار والعياذ بالله. وأي يعني سبحان الله العظيم أي سعادة وأي سعادة أكبر ومسرة يعني لما يساق الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض سبحان الله. إذن فالخسارة الكبيرة هي خسارة يوم القيامة، خسارة الدين، خسارة يعني يوم العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فيخلي الباقي يفكرنا بهذه الامتحان الأكبر يا إخواني يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخواني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني كل واحد ما كانش غير الباقي يا إخواني. هي بالحقيقة الناس اليوم كل عندها زيكزامة، اللي ما عندهش ليكزامان تاع الباك عنده ليكزامان بار اكزومبل تاع البيرمي راح يفوت البيرمي، ولا عنده ليكزامان عند الطبيب باش يروح يجيب لي زاناليز وراه يستنى في خبر مش عارف يقولوا له عندك كونسير ولا ما عندكش، راه تستنى في خبر لي زاناليز تاعها. يعني هذا امتحان سبحان الله. كاين اللي عنده انوتروتيان تاع خدمه وراح يفوت وراه في الطريق ويا ربي تسهل لي ويا ربي كذا. فكل واحد يا اخواني ان شاء الله كل واحد عنده ان شاء الله امتحان اليوم أو إكزام أو نوتروتيان ولا خبر يستنى فيه. فاللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فرح الجميع، يا ربي فرح الجميع، يا ربي فرح الجميع، يا ربي ما تخيبناش، يا ربي اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله. لحظة مستمعينا ونعود إلى موضوعنا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله ومع مذاكرة اليوم بعد هذه إن شاء الله الحلقة الخاصة بالامتحانات إن شاء الله وبعد النصائح إن شاء الله، فنعود إلى مذاكرة اليوم إن شاء الله لكي نعالج موضوع آخر إن شاء الله، موضوع كثير منا مصابين به إن شاء الله. وبدخلتي أن سجي كما لرزمو لا ماجوريتي دي جوني سواتا يعني إلي كونسيرن سالي كونسيرن إن شاء الله هذا السجي هذا، وهو أنه في القرآن العظيم يا إخواني أثبت الشيء اللي ثبته القرآن الكريم، الشيء اللي قلنا عليها رب العالمين كلام حق يا إخواني، لا مناص منه لا مفر منه، ولكن لابد أننا يا إخواني يعني نفهم القرآن الكريم ونفهم يعني قول الله سبحانه وتعالى والمقصد من كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يا إخواني لن سبحان الله العظيم ما يكونش ديننا دين تاع خرافات وديننا تاع 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 شعوذات وكل هذه الأمور. فالقرآن الكريم تكلم لنا عن الحسد، القرآن الكريم تكلمنا عن الحسد يعني سكون أبلا جالوزي، والقرآن الكريم يا إخواني تكلم لنا عن العين، تكلمنا على العين وباللي العين كاينة والعين تصيب الإنسان وكذا، وتكلمت أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة مملوءة بالأحاديث في هذا. لكن يا إخواني باش نقولوا بأن هذه أمور حقيقية، يعني الحسد كاين والعين كاينة والسحر كاين وكل شيء كاين يا إخواني، لأن القرآن كلمنا عن هذه الأشياء سبحانه، لما يقول ربي ولا يفلح الساحر حيث أتى، لما يقول ربي إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهذا دليل على أن السحر موجود والساحر موجود، ولكن لا يفلح الساحر حيث أتى، لكن الأمور يعني كلها بيد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يقول ربي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. سبحان الله، لو أن الأمة اجتمعت من أولها إلى آخرها على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني سي tout le monde depuis آدم عليه السلام jusqu'à le dernier homme qui va يعني تقوم عليه الساعة، il se réunit pour سبحان الله pour qu'il te porte quelque chose ولا يعني il te ramène quelque chose، ils peuvent pas sauf si Allah il a décidé. إذا كان ربي كتب كذلك، لو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها يجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. سبحان الله، علاه كي ترقد في الليل تحسب الناس راهي كاين لهم أنت كراقد وهم راهم يباتوا يخموا كيفاش يديروا لك، كيفاش يطيحوك، كيفاش يصنعوك، كيفاش يديروك، شكون اللي يحمي فيك؟ إنه الله. انت تمشي في الطريق علاه راك حاسب كاين الناس اللي ما مشي يخزروا فيك، هم يخزروا فيك يحوسوا كيفاش يديروا لك كيفاش يخونوك كيفاش، شكون اللي حاميك؟ انه الله سبحانه وتعالى يا اخي، معك ربي سبحانه وتعالى. احنا قلنا يا اخواني وقتاش يخاف الانسان، وقتاش يخاف الانسان لما يكون بعيد عن الله، لما يكون بعيد عن الله. اما وانت مع الله فلا تخف، فلا تخف يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، لا تحزن. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى لما قالوا له القوم التاعوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سبحانه. فلما يكون معك الله سبحانه وتعالى لا تخف. وقتاش تخاف يا أخي؟ لما تكون بعيد عن الله، لما الحبل اللي بينك وبين الله يكون مقطوع. دائما قلت لكم يا إخواني كما هذاك الإنسان اللي عنده لاباري تاع التليفون في الدار وعنده لابريس تاع التليفون في الدار، وشعلت له النار في الدار، شتا يدير؟ أول حاجة يجري يروح يجري التليفون، ألو ألو لي بومبي ألو، يحوس على النجدة
لكن للأسف الشديد السيد ما هوش مخلص الفاتورة، التليفون مقطوع، عند بقي له لاباري في الدار ولا بريس تاع التليفون، مي با توناليتي، ما كانش حرارة. علاه؟ لأنك ما خلصش الفاتورة، إيزون كوبي. فأنت كذلك إذا كان الحبل اللي بينك وبين الله مقطوع فتعيت نادي يا رب يا رب أن يستجاب لك. الإنسان اللي ما يصليش هذا حبل مقطوع بينه وبين الله، الإنسان اللي يتعدى حدود الله هذا الحبل مقطوع بينه وبين الله، فلا بد أن توصل الحبل الذي بينك وبين الله، فلا بد أنك تكون متصل بالله سبحانه وتعالى. الصلاة صلة، الصلاة صلة بين العبد والخالقه. أنت لما تحافظ على الصلاة في وقتها فأنت تحافظ على مواعيد مع الله. الصلاة هي عبارة عن مواعيد يومية مع الله سبحانه وتعالى، فإذا لما تحافظش عليها فأنت وره لنا. إذن فالوقت اللي يخاف فيه الإنسان هو لما يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى. أما والإنسان مع الله يقرأ القرآن متوضي دائما، كي يبغي يأكل بسم الله، كي يبغي يرقد بسم الله، كي يبغي يخرج بسم الله، كي يعني يشوف حاجة ما يشملي حيتعوذ بالله، آية الكرسي ديما على لسانه، قل هو الله أحد ديما صباح وعشية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيا أخي سبحان الله راك في حماية الله، راك في حماية الله سبحانه وتعالى، لا يسمى شيء. فالحسد كائن يا إخواني، والسحر كائن، والعين كائن، وكل شيء. بصح يا ولدي ماشي نديرو منهم، نديرو منهم اون سوكاج داغيغ توسا، بس كاين بوكو جون كي سوكاج داغيغ سا توسا يفال با افونسي، وغي تهضر معاه يقولك اه والله علم فيا العين، اه انا يقتلوني بالحسد، انا قتلوني بالغيرة، سبحان الله العظيم. فيعني المرأة كي ما تحافظش على دارها وتطلق تقولك اه بها عين، ها مسكينة نهار هما يتبعوا فيها بها عين. الطالب إذا ما نجحش في الامتحان تاعو ما قراش مليح وكل شيء وخسر، ها كتلوه بالعين، كتلوه بالعين، فهمت؟ التاجر إذا كان ما سقمش حانوته وما خدمش وما عرفش كيفاش يبيع، ما عنده لا لاكاي، ما عنده لا كلمة طيبة، ما عنده لا سلعة زينة، كل شيء حتى يدير فايت ويبلع، ها حسدوه كتلوه بالعين حتى بلع، فهمت؟ كل حاجة العين العين العين. إذا خلاص المجتمع إذا كان أنسوكاش داغيغ توسا خلاص سبحان الله العظيم. فيا إخواني سبحان الله، لو إذا كان الإنسان ما قراش، إذا كان الإنسان ما قراش ولا تعب ولا يعني سعى كيما الناس وكل شيء، بعد خسر ومن بعد يقول للناس لا العين داروا لي هكا، سبحان الله. زعما أنا يا جو سوي انتيليجون، جو سوي كراك، بصح قتلوني بالعين، لا إله إلا الله، هذا كلام ما يقبله حتى واحد سبحان الله. ولا انا اسمع كي كانت التجاره بكري، انا كنت التجاره بقاونا الذراري يخدموا التجاره درك كل شيء، ومشدرت علاه ما نجحش في التجاره يا اخي، الا غالب يا اخي كتخلونا العرب كتلونا بالعين، ها كتلوك بالعين، يعني سوكاش دارير هذه الامور يا اخواني سبحان الله. فهذو ناس يضحك عليهم الشيطان يا اخواني، هذو ناس خلوا نفوسهم يضحكوا عليهم الشيطان. كيف انت سبحان الله هذا الرجل ما شاف منك حتى حاجه مليحه، ولا هذه المراه ما شافت منك حتى حاجه مليحه، سبحان الله، كيف بغيتها تقعد يا اخي، ولا كيف بغيتي يقعد، ومن بعد تقولها بين عين، ما بكمش عين يا اخي، بك انت اللي ماكش ما سبحان الله. فالابطال يا اخواني، الابطال والعباقره يعني الناس اللي كتبوا اسماواتهم في التاريخ وخلوا بصمات في حياتهم يا إخواني، هذو لو كان داروا كما درنا احنا اليوم هالعين العين كل ما وصلوش. الإمام الشافعي سبحان الله، وابن تيمية، وابن خلدون، وابن رشد، وسقراط، وأنشتاين، وهذو كل يا إخواني لو كان ثاني هما قعدوا قاعدين وقالوا العين العين كل ما وصلوش يا إخواني سبحان الله. هذو ناس يا إخواني، هذا العباقرة هذو هما أجبروا التاريخ، سيفوا على بالسيف وضعوا بصماتهم يا إخواني سبحان الله. عمرهم ما قعدوا يشتكوا من الحسد ولا من العين، ولا عمرك ما صبت يعني الشافعي ولا مانيش عارف أنا يا ابن تيمية ولا ابن خلدون ولا الإمام مالك قاعد شد كرسي وقابض تيكي، عنده تيكي تاع التور، قال أنا باغي نرقي لها فيا العين، جامي لا في سمعنا بهم شادين التيكي وقابضين الصف وقال باغي نرقي عندي العين، لا راني باغي نرقي فيها السحور راه كذا، ولا صبنا النساء اللي خلدوا اسمائهم في التاريخ وخلدوا اسمائهم في الوقت، شادين الصف عند القزانات وعند السحارات وقال ضربي لي الكارطه، شوفي لي شوفي لي شوفي لي، شوف لك الهم، شوف لك الغم،
لو كان جات تشوف السعادة تشوف الروحة هي اللي هي فيها فيه، لو كان جات تقدر تجيب لك الخير وكان جاب تهليها هي لوليداتها هي للقضاء. لما يجي إنسان يطمع فيك في سيكونت أورو، يطمع فيك في سيكونت أورو ويقول لك أنا نجيب لك وندير لك وندير لك ونكتب لك على الطيب ونكتب لك هذا، ما دام تكتب هذا الصوالح كل علاك طمع فيها في سيكونت أورو. سبحان الله، البارح والله تذكر لي أخت يعني جات مع زوجها كل شيء، قالت لي جات واحد المرأة وقالت لها شوفي أعطيني 3 أورو هذا الراجل هذا نرده خاتم في يدك، نرده لك خاتم في يدك. هذيك الأخت سبحان الله أعطاها ربي من الكلام الفصاحة وكل شيء، قالت لها 3 أورو ترديه خاتم، كون أعطيك 100 أورو ترديه شا ترديه، ولو كان أعطيك 100 أورو ترديه مانيش عارف أنا ترديه، يعني كل ما طلعت السومة غادي ترديه لي حاجة في، إذن خلاص يعني القضية. فهذا الضحك على العقول يا إخواني والضحك على القضية. فالعظماء يا إخواني العظماء الناس اللي خلدوا أسماءهم في التاريخ وحطوا بصماتهم في يعني في الحياة، خلوا أثر مرورهم في الحياة، هذو عمرهم ما داروا الكولة عند الناس باش قلع في العين واللي بغي نرقي ولا راه حاسديني ولا شوفي ديري لي حلي لي الكتابة، لكن شوف راني ما تزوجش عليه ما تزوجش ولا عليه طلقت ولا أبدا يا إخواني سبحان الله. لكنهم يا إخواني شمروا سواعد الجد، ولكنهم يا إخواني اجتهدوا ولاو يلي زوبستاكل هنا وين يزيدوا يفونسوا أكثر، لاو يتخوف دي زوبستاكل هنا وين يزيدوا يشمروا أكثر يا إخواني سبحان الله. إذن لكن الأغبياء والحمقى والكسالة هذو فدائما في آخر الصف بحجة ماذا؟ راهم حسدوني، راهم ضربوني بعين، راهم يعني كذا سبحان الله. فلما تقابل كما قلت يا إخواني طالب بارك الله ما شاء الله عنده الأسباب باش ينجح، وليداتنا اليوم يا إخواني أقول وليداتنا اليوم ما عندهمش لو دروا باش يخسروا، ما عندهمش لو دروا باش يخسروا. اليوم عندهم كل شيء، عندهم الضوء، عندهم لاكليم، شومبرته وحده، شومبرته وحده، عنده الأورديناتور تاعو، عنده لاكارد بيش خالصة، عنده باباه يديه صباح ويجيبه سبحان الله. احنا ما شفناش هذه الأمور يا إخواني، كنا نرقدوا 10 في شومبرة نقرأوا على شمعة سبحان الله العظيم. ستيلو تعاون 3 تاع الناس يكتبوا بستيلو واحد، ها سلف لي ستيلوك سلف لي كريون تاعك. اليوم عنده كل شيء في البيرو تاعو، هذا الأورديناتور ما كان نتصوروا بأنه يخرج هذا الأورديناتور. اليوم عنده الانترنت، عنده كل شيء، عنده سرير وحده سبحان الله. أمه تجيب له الترطب بتي دي جوني مون فيستيان، احنا بكري سبحان الله كما تنوش تحول الماء وتنوض تروح للجامع تقرا وتنوض كذا بها تروح اللي يكون من بعد. ومع ذلك الحمد لله نجحت الناس وقرات الناس وكذا. واليوم وليداتنا يا اخواني الجو كل متوفر لهم باش ينجحوا، لازم ينجحوا، فما نقعدوش داير لي السباره فيه العين وفيه كذا، هذا كلام فارغ يا اخواني سبحان الله. كيف خوك اللي قرا الباك، خوك اللي قرا الباك وكبر منك وقرا الباك ونجح، صار هو ما ضربوش بعين ضربك غير انت سبحان الله، خلاو اللي قاري باش يضربوه بعين ضربك انت اللي ما تقراش كاع وكل شيء سبحان الله. فالإنسان كي ما يديرش الأسباب يا إخواني، الإنسان كي ما يقومش بالواجب تاعه، الإنسان كي ما يقومش بالدور تاعه ومن بعد يفشل في حياته، ما كان له يدير السبة على العين وما كان له يدير السبة على الحسد. أنا نقول العين موجودة صح، العين الحسد موجود صح، لكن ما وشيد أنسوكاش دارير توسا سبحان الله العظيم. امرأة مخلية دارها يعني سبحان الله العظيم، والله يا إخواني والله يا إخواني الأسبوع الماضي إنسان مع زوجته جان يقول لي المرأة هذه والله عندها 6 شهور ما هزت كاس باش تغسله، دارها كرمكم الله قريب كيف 6 شهور تحب نسخ، كيف بغيت الزوج هذه يقول لي شيخ كيف نقعد معاها وإحنا نحاول فيه ونترجع فيه كل شيء 6 شهور في الوسخ. والله يا إخواني الكلام اللي نقول لكم هذا كلام حقيقي سبحان الله. ونقعد نديروا السباره فيها عين، راهم ضربوها شواطين، راهم ساحرينها، راهم كذا، راهي مثقله وراهي مثقله، واش مثقله سبحان الله العظيم هذه الامور. فاذا الانسان ترك المذاكره، اذا الطالب ترك المذاكره ترك يعني المراجعه وكل شيء ومن بعد خسر، هذه ما هي لا عين لا والو يا اخي، سكو الموليت باش يخسر سبحان الله العظيم. يعني تصيب امرأة يا إخواني سمحوا لي على كل حال، تصيب امرأة بلك عندها 3% دو بوتي، 3% من الجمال اللي يعطاه رب العالمين للنساء الجميلات سبحان الله.
هيا وتصيبها سبحان الله قدام امها واخواتاتها تدرك وجهها تقول لك انا خايف من العين خايف لا يعينوني لا بوتي تاع انت عندك 3% دو بوتي من بعد حتى 70 ولا 3% سبحان الله. وكان بعض النساء كذلك يا اخواني هي في الشهر التاسع باغا تولد ومدرقه كرشها تقول لك انا خايفه من العين انا كيف الشهر التاسع باقي هذوك غير يهبط الولد هذا واش من العين هذه اللي بقات كون ضربوك بعينك كون ضربوك قبل ما تربي الكرش فبكمل من هذا كل شيء العين كل شيء الحسد كل شيء كذا هذا اذا فسبحان الله العظيم وكي تبغي تولد ما تخبر حتى واحد تقول لزوجها اسمع ما تخبرهمش باللي باغي نولد انا ما نبغيش خواتاتك يجوا ولا امك تجي كي نولد كل شيء علاه خايفه من العين علاه كي باغي تولد انت خالد بن الوليد ولا باغي تولد لنا صلاح الدين الايوبي ولا الامام الشافعي غادي تولديه غادي تولدي خنفوز كيما الخنافيس كامل وخلاص سبحان الله العظيم علاش تدخلي الشيطان وتقطعي العلاقه بينك وبين يعني سبحان الله العظيم اهل زوجك وما تجينيش امك وما تجينيش اختك وما تجينيش عمتك وما تجينيش كذا صار موالك انت ما يضربوش بالعين غير موالي هو اللي عندهم المدافع لا اله الا الله. إذن فيا إخواني خلينا الشيطان يلعب بينا كل هذا الكلام باش نقول لكم يا إخواني رانا خلينا الشيطان باش يلعب بينا يا إخواني يلعب بينا فعلا وخلينا يلعب بينا حتى قطع الأوصال ويعني الصلات بين الإنسان وأهله سبحان الله يعود الإنسان يشك في أخته يعود الإنسان يشك في أمه يشك في أخوه يشك كذا عينه ماشي مليحة عينه ماشي مليحة يا ودي عينك أنت اللي ماشي مليحة يا أخي سبحان الله. الناس اللي نجحوا راني نقول لكم ونعاود يا إخواني الناس اللي نجحوا ما صدقوش الأوهام الناس اللي نجحوا في حياتهم ما سمعوش لهذا الأوهام هذه راهي مثقلة راهي مربوطة راهي مربوط راهي كذا راهي فيه العين يا إخواني فلا بد أن نخرج يا إخواني من هذا الوسوسة هذه ونخرج من هذا التفكير ونخرج من هذه العقلية يا إخواني سبحان الله العظيم ونتحرك ننفض نفوسنا شوية إن شاء الله ونخزي الشيطان ويرجع الإنسان يصطلح مع الله سبحانه وتعالى يا إخواني. فلو كان جت العين كان يا إخواني يعني سبحان الله والناس اللي يعينوا الناس يعينوا الناس اللي الإنسان اللي قافز يعينوا الإنسان اللي ناجح يعينوا الإنسان اللي يطلع للقمر أما ترك فوق الأرض زيادة على الأرض كيف يعينوك وش فيك حتى يعينوك لو كان جاءوا يعينوا الناس اللي طلعوا لنازا طلعوا للقمر ولا يعينوا الناس اللي راهم في كيفاش في النيكليار وفي كذا يعينوهم خلوا هذوك الناس ويجي يعينوك أنت وش فيك تحت يعينوا فيك يا أخي سبحان الله. إذن فهذا الإنسان يعني اللي فاشل في حياته الإنسان اللي فاشل في حياته ما نجح حتى في حاجة ومن بعد كده يقول لها يقول لك معينيني شي عينوا فيك أنت وش عجبهم فيك حتى يعينوك يا أخي سبحان الله العظيم. العين تصيب إنسان يا أخي اللي متفوق إنسان اللي ما أعطاه ربي واحد من الجمال ما شاء الله من الذكاء ما شاء الله قمة إنسان ناجح سبحان الله إنسان يحط إيده على الحجر ويذهب كما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سبحان الله قال دلني على السوق يقول لك سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يبيع الحجر يربح فيه الحجر مش حتى للسلعة فهذا إنسان ناجح سبحان الله وغيره من العباقرة وكلهم هذا لو كان يقول واحد عينوهم يقولوا بالك صح أما أنت ولا أنا اللي فاشلين في حياتنا يا إخواني ولا أنت اللي فاشلة في حياتك مش يعينوا فينا يا إخواني سبحان الله. فيقوا من هذه الأوهام وبطلوا من هذه الكولة عند المرقين وبطلوا نهار وانت تحوس على مرقي قالوا شيخ كاش ما كان مرقي قالوا شيخ كاش ما كان مرقي وكثروا المرقيين وكثر الكذب وكثر كذا تقول الله سبحانه وتعالى يا إخواني الرقية تاعك تاع كل يوم صباح نوت تتوضى صلي وقتك صلي في وقتك ها اتوضى كي تبغي تاكل بسم الله كي تبغي ترقد بسم الله اخرج من الدار بسم الله قرا آية الكرسي قل هو الله أحد ما تحتاج لا مرقي ولا مرقية خلاص راك في حسن الله سبحانه وتعالى روح لخدمتك اخدم ودين الاسباب باش تنجح ان شاء الله. اذا لك طالب علم اجتهد اذا لك تاجر اخدم مليح نقي حانوتك سقم سلعتك كون الكلمه الطيبه باش تنجح وباش تربح لك خدام في بيرو سبحان الله لازم يكون عندك الابتسامه لازم يكون عندك يعني تكون منظم في خدمة. هذا هو اما تقعد دائما تخمم باللي واحد راه عينك واحد راه شاف فيك ويا لطيف على من صبحت اليوم وعلى من كذا فهذا يا اخواني سبحان الله أنا قاعدين ندمروا في نفوسنا بأيدينا قاعدين نحطموا في أنفسنا بأيدينا يا إخواني سبحان الله. فتسيب الإنسان دائما لا ما نبغيش نروح عند الناس أنا حبيبتي أنا نخاف عينيهم شينا عينيهم شينا وعلاها سيدي عليها على عينيهم شينا أنت وش فيك أنت حتى عينوك أنت وش فيك زيادة
عندك دار الناس عندهم ديشاتو، عندك برويطة لوطو عندهم الناس دي كات كاتو عندهم كذا، عندك ان كونت الناس عندها عشرة عليه كونت، عندك ولد كاين اللي عنده عشرة، سبحان، عندك راجل كاين اللي عندها تبارك الله ثاني هي كاع عندهم رجالتهم، واش يعينوا فيك انتي؟ على تخلي الشيطان يلعب بك هكذا وتتصوري كاع الناس راه فيهم الشر، كاع الناس اشرار غير انت اللي فيك؟ لا لا، الناس فيهم الطيبة وفيهم الخير وفيهم كذا، سبحان الله العظيم. فلماذا تخلي روحك إذن؟ فيعني بعض الأحيان يا إخواني تصيب الإنسان عنده 60 سنة الفاتحة ما وش حافظها، يا عمي ها وش هذه الحية الفاتحة ما وش حافظها؟ يا ودي تعرف نقولك حاجة، الله أعلم هذه عين ولا حاجة، أدي وش عينه فيك أنت؟ هذا المخ اللي عينه اللي ما قدرش يحفظ الفاتحة، هذا مخ يعينه، هاي عين المخ اللي بغي يطلع للقمر يا أخي، سبحان الله، بركة ما تكذب على نفسك وتغور نفسك، سبحان الله. نحن أهل إيمان، لحب نقوله يا إخواني إن شاء الله، نحن أهل إيمان وأهل قرآن، سبحان الله العظيم، نحن أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل السنة، المفروض ما نآمنوش بهذا الحوائج، المفروض ما نتبعوش هذا الحوائج، المفروض ما نخلوش الشيطان يلعب بينا يا إخواني، سبحان الله العظيم. رهم الكفرة اللي ما عندهم لا إيمان ولهم يخلوش الشيطان يلعب بهم كبار لاعبين أعنا، تسيبهم يخدموا ويجتهدوا وكل يوم في تقدم، كل يوم في تقدم، سبحان الله العظيم. يا إخواني لما الإنسان يقول لازم نلحقوا الغرب هذا ولازم نتفوقوا عليه، الإنسان يعود يقول راني نتكلم في الخيال، وين تنلحقوا احنا هذا الغرب؟ وين تنوصلوا للنيفو اللي رهم فيه هما يا إخواني؟ وين بالله عليكم إذا بدينا ما زلنا نعيش بهذا الخرافات ونعيشوا بهذا الوساوس هذو، العين 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 والحزد كذا ولا كذا. رانا في كل يوم كل ما اون فافوريزي هذا الديالوج، اون فافوريزي هذا ليدي وهذا الفكره تاع العين والحسد وكذا، كل ما تاخرنا وكل ما زدنا حلينا في كل نهار زوج بيرو تاع رقيه، وكل واحد يطلع لنا واحد جديد ولا ثلاثه جدد قال لي رقوا ايا وكثره يا اخي اتقوا الله، اتقوا الله، كل واحد يرقي روحه، وكل واحد يا أخي سبحان الله يجتهد باش يكون إن شاء الله في المستوى ويخلي بصمة في هذا في التاريخ يا إخواني، سبحان الله. فريحونا، الله يبارك فيكم يا إخواني، ريحونا وريحوا أنفسكم من هذا الوهم، وتوبوا إلى الله من هذا الوسوسة، واهجروا هذه الظنون، واهجروا هذه الظنون، وقولوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى لمذاكرتكم به في هذه الصبيحة المباركة يا إخواني، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله. نصل بإذن الله إلى الفقرة الأخيرة في برنامجنا إن شاء الله، وهي فقرة الأسئلة والإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نذكر برقم الهاتف 0491 91 62